يلا يا شباب اتوكلوا على الله، الوقت اتأخر هقفل انا. حاضر يا ريس. وانت من اهل ايه يا عبد الاول؟ مشيت الشباب ليه؟ بيتنا هنا ولا ايه؟ لا ما تقلقش مش هأخرك، هما كلمتين صغيرين. كلامك كتر اول يومين دول يا عبد الاول اخويا. معلش يا سيدي، المرة دي هجيب لك الفدان في خطوة. ماشي قول يا ابن ابويا. ما انا كلام بقى ان المال مال هنية وانها حرة وتكتب لك الحال، والمال ده يدخل على النبي، انما علي انا لا. ايه ده وانت ليك في الكلام ده كمان؟ هو انت ناسي ان انا كنت دراع ابوك اليمين وانا اللي كنت هارش الدنيا ماشية ازاي؟ حلو قول كمان. المكان ده بمال ابو الدهب بفلوسه. في ملحوظة بين قوسين، ابوك اللي هو ابويا لما راح للست هنية حق سعيد ابو الدهب الكبير كان يا مولاي كما خلقتني ما كانش معاه حق تذكرة حتى يروح بيها، وقال له انا عايز اتجوز البنية ادهاله وشغله معاه في المحلات. يعني المال ده كله بتاع الحاج سعيد الكبير اللي اداها لبنته اللي كتبتهولي بيع وشراء، لا غصبانيه ولا حاجه لا سمح الله. مال ابو الدهب يا سعيد باشا اخويا ده في مال الحاج سعيد الكبير زي السكر ما بيدوب في الشاي، عشان محدش يعرف ينخرب وراه وعشان محدش يعرف يحاسب، وانت فاهم وانا فاهم. حلو الكلام. انا بقى اللي عارف السكه والطريق اللي ابوك كان بيجيب منه شربات العنب، انا اللي عارف اوصلك، انا اللي عارف طريق المسواجيه اللي ابوك كان بيجيب منهم السبائك خالصه مخلصه. ونقدر نكبر وبدل 4 فروع يبقوا 14 ويبقوا 40 وتزهر بقى وتحلو. قلت ايه؟ والله زي ما قلت لك، هو الكلام شكله حلو بس زي ما بيقولوا افلح ان صدق. وبعدين صحيح انت ناسي نبيه. نبيه اصله ولا اصله ولا فصله، نبيه اخره معروف، انت عارفه وانا عارفه.